السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكويسين، وكل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جماعة في فيديو جديد. فقلت يا جماعة انا طالب منكم حاجة، ان انا عايزكم بس يعني مثلا الفيديو مثلا بيعدي 200 وممكن يوصل ل 300 مشاهدة. لو كل واحد عمل لايك يا جماعة الفيديو ده هيتشير لناس اكتر، فبحيث كده ناس كتير هتستفاد اكتر. انا والله العظيم ولا في دماغي ربح ولا في دماغي النعلة والكلام ده كله، انا عايز بس المعلومة اللي عندي الناس كلها تعرفها ويمكن واحد يستفيد منها، فكل ده يبقى في ميزان حسناتي. انا يعني هقول لكم بصراحه انا باصص لايه اللي بعد كده، يعني الواحد لما يموت الحاجات دي هي اللي هتنفعه، صح ولا لا؟ فيعني كل واحد يا ريت يتفرج يا جماعه، يعمل لي لايك ان الفيديو يتشير، ولو تعمل لي شير كمان تبقى كسبت ثواب وتدل على الشيء كفاعله. طبعا عشان ما اطولش عليكم، باذن الله ازاي تفك الحمام المجدور. يعني الحمام المجدور ما بيعرفش يطير، اللي هو جناحه ما بيقدرش يطير خالص، تحس انه واقف حمام مجدور. هقول لكم ازاي دلوقتي هنتعامل معاه وازاي هنفكه، ماشي؟ طبعا انا عندي فرد كان تحت اهله، انا كنت بحسبه كسر، طلع بعد كده جناح مجدور اعصابه شدت وما بيقدرش ايه يحركه ولا في ايه ولا يفرده. فهم مع بعضينا دلوقتي، هجيب لكم الفرد وهوريكم هنعمل معاه ايه. بصوا يا جماعه ده زغلول اهو، زغلول لسه نقله من تحت اهلي من اسبوع. بس الجناح ده اللي مجدور، ماشي؟ طبعا الجناح ده اهو، بصوا الجناح ده ايه كويس اهو، بصوا ما شاء الله. بصوا ده بقى، بصوا بص اهي، بص حتى لو كان حمام مجدور ما بتيجي تعرفوا، بصوا شايفين الحتة دي كده، بصوا اهي الحتة دي كده تحس ان فيها عصب مشدود. ده هعمل له ايه؟ هعمل له دلوقتي زي نظام علاج طبيعي. ازاي؟ بصوا طبعا همسك الفرد كده بالراحه عشان طبعا بيبقى الفرد ضعفان. بصوا اهي كده كده، او ممكن تلف الفرد كده اهو، ماشي؟ وتمسكه عادي ماسكه الحمام اهيك، ماسكه العاديه اهي. بصوا اهو كده اكنك شفت لما تيجي تقلب فرد الحمام، تفرد ريشه عشان تشوف ريشه، بس دي بقى ايه بالراحه. بصوا واحده واحده، كل يوم يا جماعه نعملها له ايه بالطريقه دي، ماشي كده اهو، ماشي؟ بقعد اعمل له ايه زي إيه؟ نظام. وبصوا بصوا بقى واحدة واحدة عشان ما يتعبش مني، زي نظام العلاج الطبيعي. انت اما بتعمل عملية او رجلك بتكون مكسورة ولا هي حاجة، بتعمل عملية بتروح تعمل علاج طبيعي. بصوا احنا واحدة واحدة اهو كده وكده، ماشي؟ بحاول بقى ايه، بس الطريقة دي يعني بمشي معاها شوية عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. حاول بصوا خليه يعمل ايه زي مجهود. بصوا انا عايزه ايه، عايزه يحاول يحركها اهو، ماشي؟ بس ما تستعجلش عليه. واحدة تانية اهي، بصوا واحدة واحدة اهي. المهم بقى ايه، بمشي معاه بالطريقة دي في حدود مثلا 10 دقايق، واحدة واحدة كده، يوم مع التاني هتلاقيه بيخف. بعمل بقى انا معاه حاجة كمان عشان يعتمد مع نفسه، هوقف الفيديو وهوريكم هعمل معاه ايه. ثانية وارجع لكم. رجعت لكم تاني يا جماعة. الزغلول هو انا ما عملتش حاجة، بس نقلت الكاميرا بدل ما هي أمامية خليتها خلفية. بصوا بقى بعمل ايه، سيبه كده في الأرضية. بصوا بقى بقعد امشي ايه وراه كده. بصوا احاول ايه، احاول اخليه يبقى عايز هو نفسه يرفع. يطلع يلا ثانية، اطلعه طلعه يا جماعة. طبعا ده ايه الزبدة، ده بنضف طبعا يومين في الاسبوع عشان زغلل كتير، فبصوا مكسح يعتبر. بصوا يا جماعة بمشي ايه، بصوا برجلي كده يعني، بس ما اخبطهوش يعني، اخوفه بس، اخليه يحاول ايه، حاول بصوا عايز اخليه يحاول ايه زي ما بتيجي انت تهش فتح حمام ايه، يرفرف. عايزه ايه يرفرف، يحاول ايه. بص اهو زي ما بيعمل جناحه ده، عايز يعمل التاني. طبعا بقى اسيبه عشان ما اطولش عليكم يا جماعه، هو بقى يسرح في البلكونه بره. بس تعالى بقى اخش احسن، خش يلا. وفي اول يوم يا جماعه او اول يومين ما تدوس عليه قوي عشان برضك بيبقى تعبان، عشان ما يتعبش. طبعا احطه مع اخوه، طبعا دول يا جماعه اخوه، ماشي؟ وبمشي معاه بالطريقه ديت لغايه بقى، لغايه اما تلاقي ايه جناحه خلاص بقى ممكن يطلع من هنا لهنا. بس مش هينفعك في نش، انا اقولها لك بصراحه، مجهوده مش هينفعك في نش.
عشان خاطر ايه؟ بيبقى برضك التعب وشدة الاوتار ديك انت بتعملها زي علاج طبيعي، هتاخد فترة معاه جامدة، فمش هينفعك ايه في نشف. فامشي معايا بالطريقة اللي انا قلتها لك ديك، وبإذن الله هيبقى مية مية، وان شاء الله اي فرد مجدور عندك بإذن الله هيمشي، وبإذن هيطير قصدي، وهيبقى مية مية وجناحه هيفك، بس انشاله واحدة واحدة، اهم حاجة ما تدوس عليه. ماشي؟ طبعا ايه اهو انا حاطه اهو، وبإذن الله الفيديوهات الجاية يعني كل كام فيديو كده هوريه لكم بعد ما امشي طبعا معاه بالطريقه ديك، وهتشوفوه باذن الله بيتهوى ويطلع على الظهر. ماشي؟ وده بردك اخويا يا جماعه، بس ده عش قبله، ده الله اكبر عليه، ده بردك ده اخوه عش قبله، ودي اخته برضه، دي اخته زي كده اهي زي دي. ماشي؟ دي اخته، هوريكم بردك بقيه اخواته ما شاء الله. يعني انا عندي الاصول التحضين اللهم صل على النبي عليها، يعني بسم الله ما شاء الله اهو. طبعا اهلي ايه بقى؟ اهلي دول، اهلي ده والنتايه دي. بص يا جماعه، ده ودي اخوات. تقول لي ازاي بقى؟ دي طريقه يا جماعه انا كنت مهجنها من الدقر ده. الدقر ده عندي بقى له 3 سنين. الدقر ده انا عامل منه يعني دخلت دلوقتي في حدود بسم الله ما شاء الله 50 قص شغال بيه بقى لي 3 سنين. بس كان مع نتايه جمعيه سودا كانوا بيجيبوا لي. بص يعني بص دول اخوات. بس ده جه، ده عنبر الكشك ده جه من بتاع دوت، جبت له ان انا نتايه عنبر الكشك. بس ده اللي هو الاسود ده عملت منهم يجي حدود في حدود 50 قص. بس طبعا اللي ذبحته واللي بعته واللي لسه موجود يعني ده. بص اهي دي اخت، والزرقة دي أخت، الزرقة دي دول اللي إيه فايدين عندي، والأسود ده أخوهم. طبعا إيه العنبر الكشك ده، ده القلب. فجماعة أنا التهجينة ديك نفعت معايا في نش ونفعت معايا في فرخ، اللهم صل على النبي. أنتوا شايفين الإنتاج الله أكبر من أسس التحضين ديك، من 5 أسس تحضين الله أكبر، عامل في حدود دلوقتي 14 زغلول في شهرين. فالحمد لله يعني بجتهد، وبإذن الله هنوصل، وبإذن الله هتشوفوا حاجات مية مية. كان معكم يوسف صبحي، السلام عليكم ورحمة الله.